اليوم راح ندير لكم اون تارت بلا بات سابلي داموند هي لا كام ديبلومات سو فورم دان كور. راح نستعمل هذا سيرسو وهذا سيرسو وهذا سيرسو صغير ثاني. واش لازمنا؟ لازمنا لا بات سابلي ولازمنا لا كام ديبلومات. لا كام ديبلومات هي لا كام باتيسيير نزيدو لها لا كريم فريش ليكيد نطلعوها في الباتور ونخلطوهم بالعقل حتى تولي لنا كريم ديبلومات. نبداو دوكا بلا كريم باتيسيير. نسحقو في لا كريم باتيسيير، نسحقو 1 لتر تاع الحليب واني درت له لداخل 100 غرام تاع السكر وخليت 100 غرام لهنا نشعلو عليه خلوه يسخن. في البول ندير 3 حبات بيض نديرو 100 غرام سكر اللي قعدنا نخلطو مليح لافاني كي يدخل الحليب يدخل برك نزيدو 4 لتر نديروها في البول تاعنا مع البيض. نديرو 4 لتر هنا ونخلو الحليب تاعنا حتى يغلي. نزيدو لا مايزينا عندنا 120 غرام مايزينا. نعاود المقادير، عندنا لتر حليب، عندنا 200 غرام سكر، 100 غرام درناها مع الحليب و100 غرام درناها مع البيض، وعندنا 3 حبات بيض و120 مايزينا و لافان. نخلطو هادو ونستناو الحليب تاعنا حتى يغلي. كي يغلي نفرغوا هذا الخليط فوق الحليب ونقعدوا نخلطوه فوق النار حتى يجمد. ما نحوش حتى يجمد ويدير لنا فقاعات نعرفوا بلي لا كريم باتيسير تاعنا راهي واجده نحوها فوق النار. لا كريم باتيسير تاعنا راهي تبرد دوكا نطلعوا لا كريم ليكيد ديالنا عندنا 500 غرام. فوالا لا كريم ليكيد كيفاش طلعت كيما لا شونتيي. فوالا لا كريم باتيسير تاعنا بخيما بردت. ليسيوها شويه في الباتور يفوي. فوالا دوكا باش تولي عندنا لا كريم ديبلومات ديالنا نبداو نزيدو لها بالعقل لا كريم ليكيد تاعنا اللي طلعناه.
كامل لا كريم فريش نخلطها كامل مع لا كريم باتيسير ونعاود نولي لكم. فوالا لا كريم ديبلومات تاعنا سي بون راهي واجده. نحطوها ترتاح شويه في الثلاجه ومن بعد نديروا لا ديكوراسيون ديالنا. لا بات سابلي اموند عندنا 40 غرام لوز، 70 غرام سكر غلاس، 140 غرام مارغارين، 230 غرام فارينا، حبة بيض، بنسيت سال. نبداو نديرو اللوز تاعنا، السكر غلاس إلى مارغارين. نحطوهم شوية نزيدو لهم السكر حبة بيض فوالا لا بات سابلي تاعنا. نديروها بابي فيل ونخلوها ترتاح مينيموم 2 ساعات في الثلاجة. Après ma la pâte reposette, n'étalez-vous pas un papier cuisson, c'est-à-dire la façon. Une fois à peu près la pâte est serrée sur le jet, c'est bon. Moule le plat bien là. Attends, la pâte du plat. On peut voir le cerceau. Voilà. On لا بات زايده ايكوتي فوالا راني نحيد كامل الزياده هذيك نزيدو بسيرسو صغير نديرو ميليو باش يخرج لنا كور داخل كور فوالا ميليو نزيدو نحو
là. هاي البلاطفورم اللي نحوسوا عليها. دوك نديروه في الفوق تمبيراتور 180 درجة بوندون 15 مينوت. انا حنطيبو فور غاز راح نشعلو من تحت، كي نشوفو بلي حمار لي بلي بوردور نزيد نشعلو من الفوق، راح يقعد ابي بخي 15 مينوت. نبداو المونتاج ديالنا. يعني عملت لاك هام ديال الماج في لاكوش هاكاي، فوالا. دوكا نحط لا دوزيام فوقهم العقل، بنفس الطريقة نزيد ندير لاكرام. نزيد ندير لا ثوازيام من الفوق، لا دارنيير، ونديكوريها توجور من الفوق بلا كام لي بلون. فوالا راني كملت. دوكا نديرها في الفريغو تريح 2 ساعات، ومن بعد نديرلها لا ديكوراسيون. Voilà la tarte d'Yana après la décoration. Jarboa, vous allez vous régaler. Et à la prochaine vidéo.